افتحوا على سورة صاد صفحة 56 بعد 400، صفحة 56 بعد 400، الآية 46. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. 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 هذه الآيات الله سبحانه وتعالى أثنى فيها على عباده إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ذكر أولا بأنهم أولي الأيدي والأبصار. أولي الأيدي تحتمل احتمالات كثيرة، من ضمنها أنهم كانوا يعملون، وهذه هذا الوصف ذكر الله سبحانه وتعالى به عبدا آخر من عباده، وهو من؟ واذكر عبدنا داود. طيب، الله سبحانه وتعالى ذكر عن داود ذا الأيد. طيب، ذكر عن داود أنه ذا الأيد لأنه كان يعمل، وكانت يعني أعماله كثيرة، وكان يعني يعمل من ضمن الأعمال ماذا؟ يعمل ماذا؟ الحديد، وألنا له الحديد. طيب، أن اعمل سابغات وقدر في السرد. طيب، وألنا له الحديد. السرد كلكم تعرفون السرد، هذا طيب الذي يستعمله العمانيون يعني من 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 الخوص، لكن كل هذا يسمى سردا، لكن لا يلزم أنه كان سردا من 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 سعف النخيل، قد يكون سردا من أمور أخرى، وقد يكون سردا من الحديد. طيب، وقدر في السرد وألنا له الحديد. فإذا هنا هل كان إبراهيم وإسحاق ويعقوب بوصفهم أنهم من أولي الأيد كانوا منعزلين كليا عن الدنيا؟ هل يتناسب أن يوصفوا بأنهم أولي الأيد ثم يقال بأنهم كانوا منعزلين تمام الانعزال عن الدنيا؟ هل يتناسب هذا؟ لا يتناسب. إذن هم كانوا يعيشون في دنياهم هذه ويعملون الأعمال التي يحتاجون إليها. أولي الأيدي والأبصار، والأبصار هنا كذلك إما أن تكون الأبصار بمعنى أنهم كانوا ينظرون في ملكوت السماوات والأرض، كما جاء عن إبراهيم عليه السلام لما رأى ماذا؟ الشمس، جن عليه الليل رأى كوكبا، لما رأى الشمس بازغة، لما رأى القمر بازغا، لما رأى الشمس بازغة. طيب، وهذا كذلك الله سبحانه وتعالى أثنى به على عباده،
فقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. التفكر من خلال ماذا؟ من خلال الأبصار. الآلة التي يستعملونها لهذا التفكر هي ماذا؟ الأبصار. وقد يكون المقصود بالأبصار النظر إلى المآلات البعيدة، المقصود به هنا ما يسمى البصيرة. طيب ماذا؟ البصيرة. والقرآن حمال أويه. طيب في العادة في عالم الناس عندما ينظر إلى إنسان أنه من ذوي الأيدي، أنه يعمل، غالبا ذوي الأيدي عندما ينغمسون في دنياهم لا ينظرون إلى المآلات البعيدة المتعلقة بالآخرة، وإنما ينظرون إلى المآلات المتعلقة بماذا؟ بالدنيا.